السلام عليكم. هنتكلم عن اول محاضرة الكترونيكس اللي لينا في الاجازة. اخر حاجة خدناها في الدايود كانت الزينر، وطبعا خدنا الابليكيشنز بتاعته اللي هو ممكن يشتغل كاليميتر وهكذا. في بعض الاستخدامات الاخرى اللي احنا ممكن نستخدم فيها الدايود، وده هنبدأ باول واحد معانا وهو الفاراكتور دايود. من اسم الدايد هنعرف احنا بنستخدمه في ايه. الدايد اسمه فاراكتور دايد، وفارا ديت اختصار لفاريبل، واكتور ديت اختصار لكاباستور، فبالتالي هو اسمه فاريبل كاباستور دايد. يبقى من الاسم عرفت ان هو ممكن يستخدم كتغيير لسعه الكاباستور. طب ازاي دوت؟ قبل ما نبدا ونشرح البيج ديت، تعالوا نعرف تفاصيل الدايد من البدايه، او خلونا الاول نتكلم على الكاباستور بدل الدايد ونشوف الاتنين مع بعض بعدها. الكاباستور بيكون عبارة عن لوحين موصلين، وبيكون ما بينهم الداي الكتريك المادة العازلة. لما بيتم توصيل الكاباستور او لوحين التوصيل بتاعنا بفولتج، ايه اللي بيحصل؟ الشحنات السالبة بتتراكم على لوح، فبالتالي اللوح التاني هيتراكم عليه الشحنات الموجبة، فكده مش هيوافق ان التيار يمر فيه، فبيعمل على تخزين الشحنات جواه. نيجي نبص بقى لتركيبة الدايد، بيكون عبارة عن بي تايب وان تايب ويتوصلوا، فبيحصل بي ان جانكشن. بعد كده بيكون في هنا الكترونات هي الاكتر، وطبعا بيكون في فجوات بس بيكون بنسبة قليلة جدا. والناحية التانية في البي تايب بيكون هنا في الفجوات او الهولز هي الاكتر من الفري الكترونز. ايه اللي هيحصل؟ الالكترونز هتبقى عايزه تتحرك للفجوات من هنا، فبالتالي هتسيب مكانها شحنه موجبه. طب والفجوات عايزه تتنقل من هنا لهنا، فبالتالي هتسيب مكانها شحنه سالبه، فبيتكون على البي ان جانكشن هنا في الطرفين، هنا بيتكون شحنه موجبه وهنا بيتكون شحنه سالبه. ده الشكل دوت تماما، فبتبقى بتسمى depletion region. دوت بيعمل ايه؟ بيمنع مرور التيار لو جاية من ريفرس، وبتمشي تيار لو جاية من الفورورد. ازاي؟ انا عندي لو طبقت هنا فولتج على ال PN junction دي كلها، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى على حسب التوصيلة وصلتها بايه. يعني لو وصلت ال N دوت بال positive terminal للفولتج، هتكون هنا ال B اول البوزيتيف تيرمينال هيجي يزق البوزيتيف اللي هنا، وكمان هيجذب اليه النيجاتيف الالكترونز. فلما يجذب الكترونز وهي اصلا الان تايب كلها الكترونز، فبالتالي هيحصل ان هنا البوزيتيف هتتكون اكتر، فديت هتوسع اكتر، والالكترونز هتيجي تتشد لورا كده ناحيه البوزيتيف تيرمينال، فبالتالي كده الدبليشن ريجن بتزيد. واحنا عارفين ان الدبليشن ريجون مش بتمشي تيار، فما دام بتزيد يبقى ما فيش تيار هيمشي، لكن لو قلت يبقى في تيار هيمشي. ازاي؟ لو انا طبقت برضه فولتج بس عكست الاقطاب، بدل ما مشيت هنا البوزيتيف تيرمينال، لا هخليه يمشي من هنا البوزيتيف تيرمينال، فبالتالي لما يجي يمشي من هنا، هنا اصلا الحته الغالبه اللي هنا هو بيكون كلهم هولز، فالهولز شحنتها موجبه، فيحصل تنافر ما بينها وما بين البوزيتيف تيرمينال، فلما تيجي تتزق تفضل تخش لجوه كده عند الدبليشن ريجن، فبالتالي هي كانها بتضمها، فكده الدبليشن ريجن بتصغر جدا. اول ما تصغر التيار هيمر عادي في الدايره ويفضل يلف. احنا كلامنا هنا هيكون عن ايه؟ هيكون عن التوصيل الريفرس. طبعا في مرور التيار اسمها فورورد، لكن في التوصيل الريفرس ما بيمرش تيار. لو ركزنا شوية هنلاقي ان بقى في وجه شبه معانا دلوقتي بالنسبة للدايود ما بينه وما بين الكاباستور. ازاي؟ احنا قلنا ان الكاباستور بيكون عنده تو بليدز على الطرفين، وبيكون في النص فيه الداي الكتريك، وديت اللي بتحفظ فيها الشحنات. احنا لو ركزنا هنا شوية في الدايود هنلاقي ان عندي هنا الان تايب وهنا البي تايب، فبالتالي دول هنعتبرهم التو الكترودز اللي هو التو بليدز، وفي النص معانا هنعتبر ان دوت الداي الكتريك اللي هو الدبليشن ريجن، فبيتخزن فيه شحناتهم، والدبليشن ريجن اصلا بيمنع مرور التيار. نفس الداي الكتريك بيمنع مرور التيار وبيخزن معاه الشحنات، فبالتالي هي ديت هتكون سعة المكثف بتاعتي.
فكده احنا نعتبر ان الدايت عبارة عن كاباستور. طب ازاي بقى هيكون فاريبل متغير؟ على حسب الدبليشن ريجن ما هتكبر او تقل على حسب ما هيكون الكاباستنس بتاعتي. ازاي؟ اول حاجه معايا قانون الكاباستنس، سي بتساوي ايبسلون نود في الاي على دي، ايبسلون عادي مش ايبسلون نود، ايبسلون في الاي على الدي. الايبسلون رقم هيكون ثابت والاي هيكون ثابت برضو المساحه بتاعتي. طب الدي يبقى اللعب كله هيكون على الدي. انا عندي الدبليشن ريجن كده في الوضع الطبيعي هيكون ليها القيمه الثابته بتاعتها، فبالتالي الكاباسنس بتاعتها هتكون ثابته. امتى هتتغير؟ لما اطبق عليها فولتج. طب ايه اللي هيحصل؟ على حسب التوصيله بتاعتي، على حسب ما يكون الكاباسنس. انا لو طبقت توصيله فورورد ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الدبليشن ريجن هتقل. طب ولما تقل يبقى كده المسافه بتاعتي هتقل. فلما اروح اعوض في قانون الكاباسنس هلاقي ان الكاباسنس زادت جدا. ليه؟ لان دي في المقام، وبالتالي لما تقل يبقى الكاباسنس هتزيد. طب لما اوصلها في الريفرس يبقى الدبليشن ريجن ديت هتوسع اكتر، تمام؟ فبالتالي دي هتزيد يبقى الكاباسنس هتقل. يبقى انا كده قدرت اغير في الكاباسنس بتاعتي من خلال الدايود، فبالتالي دوت هنسميه فاراكتور دايود. ادي الشكل بتاعي اهوت، بيكون عندي الفولتج، ادي الماينر، ادي النيجاتيف، وادي البوزيتيف. النيجاتيف متواصل مع البي تايب والبوزيتيف متواصل مع الان تايب، فبالتالي دوت ريفرس بيس، فهيكون ك variable كاباستنس. السيمبل بتاعتي لما اجي ارسمها في الدوائر الكهربيه بتكون عباره عن الشكل دوت، يعني كانه دايت عباره عن كاباستور واقدر اغير منه. فبالتالي ممكن ارسم السيمبل بارتو كده على اساس انه variable كاباستور. نبص هنا، دي معانا القانون اللي احنا قلناه، سي في بتساوي الاي في الابسلون على الدي، فبالتالي بتتغير على حسب تغيير الدي. فلما اجيب فولتميتر معايا يقيس لي قيمه الفي ريفرس، هنا كان التوصيل ريفرس فبالتالي كان القيمه بتاعته عاليه، فكان بيكون اعرض بكتير، فالداي الكتريك هتكون كبيره، فالدي هيكون كبير، فبالتالي الكباسنس هيكون قليل. طب ولما اغير من قيمه الفي ريفرس بتاعتي هلاقي ان الداي الكتريك بتكون قليله جدا، او الدبليشن ريجن بتكون قليله، فبالتالي دي لما يكون قليل يبقى سي هتكون كبيره. فكده هيكون في علاقه ما بين السي توتال وما بين الفي ريفرس. عملنا رسمه بيانيه جراف ما بين السي توتال او الكاباسنس بتاع الدايد وما بين الريفرس فولتج. لقينا ايه؟ لقينا ان العلاقه عكسيه. وقت ما كان الفولتج بتاعي بواحد فولت، كان الدايود الكاباسنس بتاعته بتلاتين بيكو فراد. وقت ما كان الفولتج اري حوالي تلاتين فولت، كان الكاباسنس اري اربعة بيكو فراد. وطبعا البيكو فراد ديت هي وحدة الكاباسنس هنا في الفاراكتور دايود. فكده وجدت العلاقة العكسية ما بين الريفرس فولتج وما بين الدايود كاباسنس. دوت ابلكيشن اقدر استخدم فيه الفاراكتور دايت. طب ايه هو؟ باختصار كده، كنا احنا واخدين في الثانويه دائره الرنين. دائره الرنين كل اللي فيها ايه؟ اللي انا يكون عندي المصدر بيطلع لي تردد معين، وانا في الجو هيكون في اشارات مرسله بترددات معينه. التردد بتاع المصدر بتاعي لو وافق التردد اللي في الجو يبقى هيقرا الحاجات اللي عليه، سواء بقى كانت نغمه، صوتيات، ما الى اخره. فبالتالي انا عندي الدائره المستقبله للترددات اللي في الجو ديت عايزها تكون متغيره، لان انا لو كنت مخليها على تردد معين يبقى هي مش هتقرا غير التردد دوت. فانا عايزها تكون متغيره، تقدر تغير من قيمه التردد بتاع المصدر علشان تقرا ترددات تانيه من الجو. طب انا هغير دوت ازاي؟ ما انا عندي القانون بتاعي اصلا التردد الرنين بيكون ال F بتساوي 1 على 2 باي ال C. طيب يبقى انا لو غيرت حاجه في ال L وال C يبقى كده انا هقدر اغير في تردد المصدر، فبالتالي هقدر استقبل ترددات تانيه. طب ايه اللي انا اقدر اغيره من خلال الفاراكتور دايت؟ اللي انا اغير في الكباستنس. ازاي؟ اللي انا اغير في الفولتج اللي متطبقه عليه، فهقدر اغير في ال C، فبالتالي يبقى انا غيرت في التردد، يبقى اقدر استقبل ترددات، وكده دايرة الرنين هتشتغل على كذا تردد مش تردد واحد.
ودوت من اسم الابلكيشن بتاعي resonant band pass filter using a varactor diode for adjusting the resonant frequency over a specified range. بقدر اغير من قيمة ال resonant frequency تردد الرنين من خلال الضبط بتاع ال voltage بتاع ال varactor diode بتاعي. تمام. وديت شكل التوصيله التحتيه. ادي عندي الكويل او الملف الاندكتور, وادي عندي هو الفاراكتور دايت. في هنا تو كاباستور, دول يعني قيمتهم على الفريكوانسي ما بتاثرش. هو قال لي هنا ان الكاباستور سي 1 وسي 2 ملهاش اي تاثير على الفلتر بتاع الفريكوانسي, لان في الغالب بيكون قيمتهم ثابته. فانا عندي اللي بيتغير هو الفاراكتور دايت دوت, فبالتالي اقدر اغير من الفريكوانسي بتاعت الرنين بتاعتي. فدوت كل حاجة معانا في الفاراكتور دايت. تاني حاجة معانا من السبيشال بيربوس للدايت هيكون الاوبتيكال دايودز. هنتكلم فيهم عن حاجة اسمها فوتو دايود وحاجة اسمها لايت اميتنج دايود. طبعا لايت اميتنج دايود دوت اختصار كلمة ليد LED, فدوت مش هنتكلم عنه في الفيديو النهاردة, هنتكلم بس عن الفوتو دايود. وطبعا قبل ما نبدا في الفوتو دايت لازم نكون عارفين ان الفوتو دايت هو عمليه عكسيه لللايت اميتنج دايت. هنعرف الفوتو دايت, وطبعا بعد كده لما نيجي نتكلم في الليد هنفهم هو ايه. ما دام عرفنا الفوتو دايت هنعكس كل الحاجات اللي قلناها عليه وهنقولها في الليد. ايه هو الفوتو دايت؟ انا عندي بيكون دايت عادي خالص وبيكون في جزء منه معرض من فوق للاشعه عموما للضوء. لما الضوء بيسقط عليها بيعمل حركة للإلكترونات والشحنات اللي جوه, فبالتالي كده هيساعد على مرور تيار. طيب الكلام دوت هيكون امتى؟ هيكون طبعا في توصية ريفيرس, لان انا لو موصل فورورد كده كده بيكون في تيار, لكن انا همرر تيار في ريفيرس بيس لان ما بيكونش فيها تيار. فلما بسقط بلاقي فيه تيار لما اجي اقيسها بأميتر او غيره. دوت عندي اهوت شكل الفوتو دايت بيكون متوصل ريفرس في الدايرة, فبالتالي بيكون هنا في مكان لدخول الاشعة علشان يقدر يحرك الالكترونات. فبالتالي هيقدر لما يحرك الالكترونات هيمر تيار. طبعا حد هيقول دلوقتي في وجه شبه ما بينها وما بين السولار سيل, ازاي ان الاتنين كده هيمرروا تيار؟ طب ايه بقى الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم اللي انا اول حاجه بيكون عندي في الدايود لازم يتوصل بمصدر فولتج, لكن عندي السولار سيل ما بتتوصلش, هو مجرد ما بينزل عليها الاشعه الضوء فبالتالي بتعمل على تحليل الالكترونات فهتمر تيار. فانا بقفل الدايره علشان اقدر استفاد بالتيار دوت, لكن هنا لازم اوصلها بمصدر فولتج عشان تكون في التوصيل الريفرس. تاني حاجه بتفرق لي ما بين السولار سيل وما بين الفوتو دايود هو مجال العمل بتاع كل واحد فيهم. انا عندي السولار سيل عارفين اللي هو بيستخدم لتوليد الكهرباء, لكن الفوتو دايود دوت انا مش هستخدمه علشان يولد لي كهرباء وبس, لا انا بستخدمه علشان يحول لي اشارات. ازاي بيحول لي الاشارات؟ ما هو لما يسقط عليه اشعه معينه مثلا بياخد الاشعه ديت بيكون ليها طول موجي وليها تردد, فبيحولها على اي تيار, فكده بيحول الاشاره الضوئيه الى اشاره كهربائيه. فانا اقدر استخدم الفوتو دايود دوت فين؟ في اجهزه الاتصالات واللاسلكي وغيره. طيب ايه الابلكيشن اللي ممكن نستخدم فيها الفوتو دايود دوت؟ ممكن نستخدمه في الريموت الكنترول والريسيفر. انا عندي الريموت الكنترول والريسيفر دوت, ايه المشترك ما بينهم؟ ان لما انا بضغط على الريموت الكنترول ضغطه بيديني اشاره معينه, فانا محتاج استقبل الاشاره ديت فبيطلع اشعاع. طب الاشعاع دوت بيكون في الانفراريد ريد الانفراريد, طب بالتالي انا محتاج استقبل الاشعاع دوت علشان احولها لاشاره كهربيه, فالشاشه تتقلب وتروح للقناه اللي انا عاوزها. فهو بيكون في مستقبل في الريسيفر بيكون في الفوتو دايود دوت بيستقبل الاشعه فبالتالي يحولها لي إشارة كهربية, فبالتالي أنا أعرف أصلا أنا كنت طالب إيه, فبتتحول بقى جوه بشكل معقد فبتديني الحاجة اللي أنا كنت عاوزها. نرجع تاني هنا, أدي أسقط أشعة على الدايود فبالتالي مرر لي تيار في الإنفرس في الريفرس. ف
فكده الاي دوت ممكن اسميه اي لامدا، يعني اي لامدا على حسب الطول الموجي للشعاع اللي كان نازل له، لان بالاختلاف هيختلف قيمة التيار دوت. او ممكن اسميه اي راديشن، يعني اي على حسب برضو الاشعاع اللي واصله دوت بيكون شكله. وادي دي اشكال الفوتو دايت، طبعا لسه موريكم شكل واحد. دوت عندي هنا الازاز اللي هينزل منها الاشعة، فبالتالي تقدر تحرك الالكترونات من جوه فيديني الاشارة الكهربائية اللي انا عاوزها على حسب التردد اللي انا مديهوله. كان في فرق ما بين الفوتو دايت وما بين السولار سيل، ان السولار سيل في الغالب بتشتغل على الاشعة الضوئية، تمام، وما بتشتغلش على الاشعة تحت الحمراء. لكن انا عندي الفوتو دايت هنا بيشتغل على الاشعة تحت الحمراء، دوت برضو كان فرق ما بين الاثنين. وطبعا السيمبول بقى بتاع الفوتو دايت بيكون بالشكل دوت، دايت عادي وبيكون فيه شعاع من فوق على اساس ان ضوء او اشعة تحت حمراء او غيرها نازلة عليها. طيب هنعمل علاقة ما بين الريفرس كارنت اللي هيطلع لي وما بين الاشعاع اللي مدهوني الاشعاع الساقط عليه. ايه بقى اللي بيحصل؟ على حسب الاشعاع ما هينزل وطاقته، على حسب ما هيكون عند الريفرس كارنت. والريفرس كارنت دوت ما بيوصلش للصفر نهائي. طب ليه؟ لان انا عندي في حالة لو مش واصل له اشعة فبيكون في حالة الدارك، ففي حالة الدارك دوت بيكون ماشي طيار برضو بس بنسبة صغيرة جدا جدا ممكن نهملها يعني، فبسمي النقطة دي الدارك كارنت. فطبعا العلاقة هنا طردية، كل ما بزود في الشدة كل ما بتزيد الريفرس كارنت اللي ناتج عن الاشعة دوت. وطبعا ديت الوحدة بتاعت الراديانس بتاعتي اللي هي ملي وات على سنتيمتر تربيع. وطبعا الجراف دوت بيعمل لي علاقة ما بين الريفرس فولتج وما بين الريفرنس كارنت على حسب قيمة الراديانس اللي مدهاني. لو كانت بنص مثلا بيديني كارنت في حدود الواحد مايكرو امبير، او في الواحد ونص مايكرو امبير عند العشرة فولت مثلا، ومثلا هنا عند العشرين بيديني مثلا 55 عند العشرين فولت وهكذا. طبعا هيكون في داتا شيد اصلا للحتة ديت معانا، هي بيكون عليها كل المعلومات. فلما بيجي يطلب مني حاجة انا بروح للداتا شيد وبطلع المعلومات منها وبحل على حسب ما هو عاوز. طبعا في هنا مسألة، او هي مش مسألة، هو كان بيستعين بالشكل دوت، فبيقول لي مثلا اللي هو احسب قيمة المقاومة عند الفولت المعين وعند قيمة التيار بتاعته، فبحسبها بلاقي ان الار حد الريفرس دوت كان بالقيمة ديت. وطبعا عند قيمة الشدة كانت 20 ملي وات على سنتيمتر تربيع، طبعا التيار كان عندها بحوالي 55 مايكرو امبير من هنا اهوت، دي عند ال 20، كان عند ال 55 مثلا، كان عند ال 10 او ال 20، يعني حاجات بسيطة. ولما اجي ابص هنا هو استخدمها ك 10 فقسمها على قيمة التيار 55 في المايكرو، وبالتالي طلعت الريفرس بالقيمة دي. وطبعا بيقول لي ان انا اقدر اتحكم في المقاومة من خلال شدة الضوء، فبيقول لي اللي هو كان بي يوزد از فاريبل ريزيستنس ديفايس. وطبعا دوت بيه على حسب شدة الضوء اللي هتكون نازل عليه. طبعا دوت الداتا شيت هنا بيقول لي مثلا عند الفورورد فولتج بيكون حوالي 50 مللي. مثلا هنا في الريفرس دارك كارنت، انا عارف ان في وقت دوت ما بيكونش فيه شد عليه اصلا، بيكون دارك، بالتالي بيكون فيه الشد ديت بتكون زيرو. طبعا هيكون مطبق عليه فولتج في الريفرس بيكون حوالي 10 فولت. في الحالة ديت بيكون فيه تيار، التيار دوت بيكون ماكس بتاعه حوالي 10 في النانو امبير، تمام. هو الوحدة بتاعته يعني نانو 10 سالب 9 فبيكون صغير جدا يعني. هنيجي نبص على كده الفوتو دايت داتا شيت دوت، هنا بيعمل لي علاقة ما بين ايه وايه؟ ما بين الطول الموجي وما بين النسبية للطيف، يعني على حسب الطول الموجي على حسب ما يكون في نسبة طيفية تديني كارنت بنسبة معينة. فانا لما يكون عندي الطول الموجي مثلا في 950، طول الموج كبير يبقى دوت في الاشعه تحت الحمراء، بيكون عندي النسبيه الطيفيه هنا بتكون في حوالي الواحد، تمام.
مثلا عندي طول الموج هنا حوالي 850، فبيكون النسبية الطيفية 6/10. وطبعا هنعرف النسبية الطيفية ديت نقدر نستخدمها في ايه بالظبط في الاخر، هيكون في مسألة وهوريكم الحتة ديت بناخدها في ايه. طبعا بعد كده عندي هنا برضو علاقة ما بين الريلاتيف سنسيتيفيتي هنا وما بين الزوايا الانجلر بوزيشن، فدي تقريبا بتتكلم على نسبة الطيف لو جاية بزاوية معينة على الليد بتاعي على الفوتو دايود بتاعي. فبيقول لي مثلا عندي هنا عند 10 هننزل لا هنا، فبالتالي بالنسبة للريلاتيف سنسيتيفيتي هتبقى كده، هتكون عند حوالي 82%. مثلا كانت نازلة بزاوية معينة ب30، هتكون عندي هنا ال30 اهي، هتكون عند 2/10 او حوالي يعني اقل منها، يا اما هنا يا اما هنا تقريبا. وبعد كده في علاقه تانية ما بين الشده وما بين بقى قيمه الريفرس لايت كارنت، وطبعا دوت هتختلف باختلاف الزاويه زي اللي ورا كده. يعني لو انا منزل بشده معينه والاختلاف الزاويه برضو هيديني قيمه معينه من قيمه التيار دوت، تمام. فانا عندي هنا العلاقه ما بين الشده هي طبعا دوت مين دوت الدارك كارنت، فهنا دوت العلاقة ديت هي عند قيمة طول موجة 950 نانومتر، والجهد بتاعي بيكون 5 فولت. فهيديني بعد كده مسألة عليها، ادي بيقول لي هنا دوت نوع الدايت، اسم الدايت اللي ورا دوت الفوتو دايت. فهو عايز ايه؟ عايز يحسب الريفرس لايت كارنت لشدة بتساوي 1 ملي وات على سنتيمتر تربيع. وعندي هنا الويف لينجز بتاعتي هتكون 850 نانومتر، وعندي زاوية 10، وعندي هنا تو ذا ماكسيمم الراديانس، والريفرس فولتج بتكون حوالي 5 فولت. فانا اول حاجة استعين بيها هرجع للفيجر رقم 39 واشوف هنا 39 دوت هو مدهوني لمين؟ لطول موجة 950 نانومتر، وانا عايز عند 850، لكن انا هستعين بيه دلوقتي بس وهنعرف ليه. فهو بيقول لي اللي عندها التيار كان بكام؟ ب 12 مايكرو امبير، والطول الموجي 950. طب وهنرجع للفيجر 37، هو خد منها الريلاتيف سنسيتيفيتي بمقدار قد ايه؟ 6/10 لل 850 نانومتر، فهنا هتكون عند 850 نانومتر. وهنا هنعرف هنستفاد من الجراف الاولاني دوت كنت بستخدمه في ايه. طب نرجع كده، فهنا في الفيجر 37 بيقول ان عند 950 نانومتر لو كان التيار مثلا النسبيه الطيفيه بتكون عنده 1، فهو يعني لو عنده تيار 50 يبقى يفضل عنده 50، لكن اي طول موج تاني مثلا 850 هياخد 6/10 من قيمه لو في تيار وصل عند 950، فاهمين كده؟ فبالتالي لو هنا عنده مثلا قلنا 10، فدوت لو انا عايز اجيبها لو اسقطت طول موجي 850 يبقى دوت هيوصل له 6/10 بالنسبه لل 10 اللي وصلت 950، يبقى 6/10 هنضربها في ال 10 فتديني القيمه بتاعتها، تديني 6 امبير او 6 مايكرو امبير طبعا على حسب قيمه الوحده اللي انا بشتغل بيها، تمام كده. وطبعا لو كنا شغالين على ال 1050 هنا اسقطت طول موجي عند ال 1050 فهيكون في حوالي ال 53%، حاجه في الرينج دوت يعني. فهضرب ال 53% في التيار اللي عند 950، فديت مجرد نسبيه طيفيه. فلو عرفت تيار عند طول موجي معين هعرف التيارات عند اطوال موجيه ثانيه، تمام كده. فانا دلوقتي عايز عند 850 فتبقى عند 6/10، هو اصلا كان مديني مين؟ كان مديني انا عند 950 جبتها كان عندها التيار ب 12 مايكرو امبير. طيب دلوقتي انا عارف ان التيار عند 950 ب 12 مايكرو امبير ودوت النسبه الطيفيه عنده بواحد، انا عايز عند مين؟ عايز عند 850، و 850 قال لي النسبه الطيفيه عنده ب 6/10، فاضرب ال 6/10 في ال 12 يبقى اديني 7.2 مايكرو امبير. بس هو عايزها فين بقى بالظبط؟ عايزها عند زاويه 10، يبقى كده في نسبيه طيفيه برضو حساسيه نسبيه اصلا بالنسبه للقيمه. يعني دلوقتي التيار لما يجي يخش بقى بالنسبه للطول الموجي دوت هيكون ليه حساسيه نسبيه لوحده اللي هو دوت، لو داخل بزاويه معينه هيكون بحاجه معينه، لو داخل بزاويه كذا هيكون ليه قيمه كذا، تمام. فانا اكبر حاجه لو داخل عمودي بيكون بياخد القيمه كلها، لو داخل بزاويه 10 يبقى هياخد 82% من القيمه ديت، لو داخل بجنب تاني
وهكذا. ليه؟ لان انا لما هاخد دول بحللهم على المركبه الافقيه والراسيه، فلما تاخد المركبه الراسيه هتكون ضعيفه جدا. طب احنا عايزين عند الزاويه 10، الزاويه 10 هنا عندي كام؟ ادي 82%، يبقى اروح عند ال 82% واشوفها. ادي جبنا ال 82% فاضربها في مين بقى؟ في قيمه التيار اصلا بتاع الطول الموجي دوت. يبقى الطول الموجي دوت كان 7.2، يبقى اللي هيوصل في الزاويه 10 هيكون بقيمه كام؟ 5.9 مايكرو امبير. تمام. طبعا لو كان عايزها في زاويه 20 فنروح للزاويه 20 ونشوف هياخد نسبه قد ايه من قيمه التيار العمودي. فهتيجي هنا عند ال 20 جايه هنا يعني في الحته ديت بالظبط، يعني في حدود 43 او 45 يعني من 100. فهضرب 45 من 100 في قيمه كام؟ في قيمه التيار العمودي اللي هو بيكون كقيمه كليه بيوصل يعني بنسبه كامله. تمام كده. فهي ديت فكره الفوتوفولتايت اللي انا اقدر احول اشارات ضوئيه لايه؟ لاشاره كهربائيه. طبعا بعد كده هناخد الليد، ويعني الليد حاجه هتكون عكس الكلام اللي احنا قلناه دوت. احنا دلوقتي بنعمل ايه في الفوتوفولتايت؟ بنحول اشاره ضوئيه لاشاره كهربائيه، يبقى اكيد الليميتنج افكتنج دايود دوت هيحول اشاره كهربائيه لاشاره ضوئيه، يعني هيطلع الدايود دوت هيطلع لي اشعاع. وبالتالي كمان انا بستخدم الفوتوفولتايت في ايه؟ بستخدمه في الريفرس كارنت، طب في الريفرس بيس عموما يعني. فبالتالي يبقى اكيد الليميتنج افكتنج دايود هستخدمه فين؟ هستخدمه في الفورورد بيس. تمام كده؟ اتمنى تكونوا فهمتوا.